رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان المرض. يقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض الذي يباح معه الفطر في نهار رمضان هو المرض الذي يشق معه الصيام، أو المرض الذي يتسبب بزيادة المرض أو بتأخر الشفاء. وأما المرض اليسير كيسير الصداع أو الزكام فهذا لا يبيح الفطر في نهار رمضان. وإذا صام المريض مع هذه الحالة، سواء كان المرض شاقا أو غير شاق، فإن صيامه صحيح، إلا أنه قد يأثم إذا تسبب له الصيام بالضرر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان السفر. يقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهل الأفضل للصائم أن يفطر أو يصوم؟ الصحيح أنه يفعل ما هو الأرفق في حاله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر، وصح عنه الصيام في السفر. يقول أنس رضي الله عنه: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ومتى يبدأ المسافر بالفطر؟ يبدأ إذا غادر بلده، أي إذا غادر البنيان. وإذا رجع من سفره وهو مفطر فهل يمسك؟ الصحيح أنه لا يمسك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان الحيض والنفاس بالنسبة للنساء. فالحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام، بل ولا يجوز لهما الصيام، ويجب عليهما القضاء. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولكن عدم صيام الحائض والنفساء لا يمنعها ذلك من أن تشتغل أو تشغل وقتها بأعمال صالحة كالذكر وقراءة القرآن في أصح قولي العلماء، كذلك تحتسب الأجر في خدمة الصائمين.